يعد محمد السيد لاعب الزمالك الواعد، واحد من أبرز نتاج قطاع الناشئين بنادي الزمالك بموهبته الكبيرة وشخصيته القوية داخل المستطيل الأخضر. لفت محمد السيد الأنظار إليه بعد تصعيده في الموسم المنقضي وخوض عدد من المباريات الأخيرة للفارس الأبيض في مسابقة الدوري الممتاز. صاحب 18 عاماً الذي يشغل مركز لاعب خط الوسط قدم مستويات جيدة خلال المباريات التي شارك فيها وأثبت جدارة بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأول، مضيفاً قوة وصلابة لخط وسط مدرسة الفن والهندسة. 21 من يونيو من العام الجاري كان موعد انطلاقة محمد السيد وخوض أول دقائق في مسيرته مع الفريق الأول بنادي الزمالك، حيث حل بديلاً في مواجهة فاركو بالدوري الممتاز، محققاً الحلم بمجاورة كوكبة نجوم ميتو عقبة بالفريق الأول، مستهلاً المشوار بأحلام وطموحات لا تنتهي. محمد السيد الصاعد بسرعة الصاروخ، واحد ممن تعول عليهم جماهير الزمالك العريضة أحلاماً كبيرة في قيادة خط وسط الفريق بامتياز خلال المواسم المقبلة وصناعة الفارق للفارس الأبيض.